دكتور بنلقى في شركات بتهتم باليونيفورم بالنسبة للموظفين، بتوحد اليونيفورم يعني، وأيضا بتعمل إيفنتس وتقيم حفلات وتقيم يعني مثلا يعني احتفالات بمناسبة النجاحات وتحفيز تحفيز الموظفين وهكذا. ال- ال- الأثر الإيجابي شنو اللي بيعود على الموظفين في حال أنه عمل لهم يوم ترفيهي، أجيب لهم يونيفورم جميل هكذا يعني؟ طبعا دي أول حاجة فيها مساواة. لما أنت تجيب يونيفورم فيها مساواة، لما تعمل حفل ما تستبعد منه العائلة، خلي الناس كلها تخش، برضو بيكون فيه مساواة، فيه حب للشركة وللهنا، والانتماء بيكون فيه هنا حب الانتماء. والحاجة دي تظهر عندنا في المدارس، في المدارس لما يجي الأول والثاني يقوموا يحفزوا، كل الناس بتحاول، بكون عندها يعني استعداد ما طبيعي أنه السنة الجاية لازم يجي الأول عشان أنا أخذ الجائزة، لأخذ زيت من الناس أو عبيد من الناس. فنفس الشيء بنتغل من المدرسة للعمل، لو حفزوا مثلا قالوا أفضل موظف في السنة دي يأخذ حافز 10,000، وأفضل كاتب، وأفضل عامل، وأفضل كده، السنة الجاية الناس كلها بتكون متهدة عشان تصل للمرحلة دي. وكانت عندنا نحن عندنا في شركة السكر السودانية في مصنع عسلاية على وجه التحديد، كان عندنا مدير بيحفز السواقين، أفضل سواق، حافظوا على الآلات دي بشكل ما طبيعي. يعني في واحد سايق عربية بتاع الترحيل لحد نهاية العام ما دخل الورشة، ما شاء الله، طبعا حفز وحافز ممكن مرتب قريب 10 شهور، ما شاء الله. الباقين كلهم اجتهدوا، حتى لو عندك حاجة بسيطة ممكن تمشي الورشة بتاعة السوق سايق تشتغلها هناك على أساس ما يسجل في السجل بتاعك أنك أنت جيت خشيت، على أساس الحافز الجاي حقي أنا. صحيح. فشتا حافظ على السيارات بشكل منقطع النظر. فدي واحدة من الحوافز، يعني ده مثال أنا أقول لك أنا شاهدته عن، يعني أنا كنت موظف معهم في الشركة، والإنسان اللي ادوا الحافز ده يعني اهتم يهزاته، اهتم في العربية دي بشكل ما بتتخيله يعني. لكن لو أنت ما اهتميت وما أديت ما أبديت ملاحظات إيجابية زي دي، أي واحدة ممكن العربية دي تتعطل، كما معطلة ممكن يوديها الورشة لأنه عنده مشوار يمشي يقضي مشوار ويجي.